راجل في الملعب اهلاوي 90 دقيقة على المكسب اهلاوي العب لنادي الوطنية اهلاوي الفوز ده ليك حاجة عادية اهلاوي اهلاوي انا انضم لي نجمان صغيران ان شاء الله يبقوا نجمان كبيران في عالم الكره في مصر وفي يا رب يبقوا محترفين كمان. يعني اسم شهره كويس قوي لنيمار علي. نيمار يا كابتن ولا ايه؟ مش قوي. منور علي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. لا علي صوتك بقى، انت في الملعب ده انا سامع انت في الملعب بتعمل حاجات غريبه. ولا ابو جبل؟ صح. والنجم ابو جبل او يوسف حسن ابو جبل ده حارس مرمى 2002، ونيمار هقول لك نيمار بقى صانع العاب النادي الاهلي 2002 ان شاء الله. بتقول لي يوسف نيمار برضه يا كابتن بيلعب برجله هايل. ده حلو، ده لازم. ده انا بحب الجون قوي. ده ما بيعرفش يلعب برجله شكله. لا لا بيعرف. اخباركم ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله تمام. ايه لعبت مباراه الزمالك ولا؟ اه نزلت في اخر ربع ساعه. ليه يا كابتن سامر كده؟ هو نزل واحد واحد، كان ليه دور برضه، كان ليه دور مؤثر الحمد لله. ان انا كنت شايل تغييرتين، كنت شايلهم بسبب الاجهاد يا كابتن عبد الحميد. يعني ما رضيتش ان انا اخسر التغييرات بدري بسبب ان اللعيبه كانوا مجهدين جدا جدا من مباراه المقاولين من القطاعات الناشئين القويه جدا. مقاولين في الزمالك. مقاولين في الزمالك في اربع في ثلاث ايام، اثنين وخميس. حلو قوي. المقاولين كان الزمالك كان مريح وانا بلعب ثلاث ايام. الزمالك النقطه ايه بقى يا كابتن عبد الحميد؟ الزمالك كان مريح يوم الاثنين. يعني الزمالك مريح يوم الاثنين وانا بلعب المقاولين، فطبعا هو الزمالك مريح وانا بلعب يوم الاثنين. اخر ماتش لعبه الخميس اللي قبله. طب ازاي يعني انا يعني فانا بلعب يوم الخميس، فطبعا انا يعني شلت تغييرين للاخر تحسبا ان اللعيبه كان عندي مجهدين جدا جدا جدا. يعني تقريبا انا في الثلاث ايام بعد ماتش المقاولين اللي هو اصلا زي ما بقول لك المقاولين قطاع ناشئين مميز جدا جدا، ففرق القطاع الناشئين عنده قويه. فماتش المقاولين كان ماتش قوي جدا جدا، خرجنا منه باصابات كبيره برضه. احمد سيد غريب كسر. كان في المقاولين؟ لا كان عندنا في الاهلي. كان في الاهلي. كسر في لازم تهتم بموضوع سد التتش ده يا كابتن سيد. يعني بحاول بصراحه فكره ممتازه اللي اقترحها الكابتن هشام. بالذات فريق زي فريقنا ال 2002 بيلعب كرة على الارض، محتاج الملعب يبقى ملعب يقدر اللعيبه يشتغلوا عليه بالطريقه بتاعتنا. مهم جدا جدا ان انت يبقى عندك ملعب ارضيته مناسبه لطريقه اللعب، لان بنواجه بصراحه ازمه في الفتره الحاليه. الملعب كان بدا بشكل كويس جدا جدا طبعاً، وبدا طبعا عشان الشتاء الملعب برضو يعني قل شويه، بدات في حتت ما فيهاش نجيله. فان شاء الله الفكره لو اتعرضت ولقت موافقه يبقى حاجه كويسه جدا. يعني بالذات في مباراه الاسماعيلي دي تكون ختام الدوري، لان احنا مطلوب مننا ان احنا نفوز في الثلاث ماتشات اللي جايين. كمان انت لما اللعيبه بتاعتك تشوف النجوم الكبار وهم بيشجعوهم هتلاقي طبعاً الدنيا مختلفه. طبعاً تماما طبعا معاك. يعني الاهلي جاب الجول الاول، الزمالك اتعادل، بعد كده الاهلي جاب جون المكسب. صح ابو جبل؟ صح. الجون دخل فيك ازاي؟ الجون مش جون اصلا. لا جون انا شفته والله، ما شفته الواد رقصك وراح حاططها. لا ما فيهاش ترقيص خالص. وصف لي الهدف اللي احتسب جون. هي كوره فاول اترفعت راح لعيب الزمالك لعبها تقريبا بوش رجله. هو ده الجول؟ هو ده الجول. طب نرجعه تاني يا جماعه كده نشوفه على الشاشه الكبيره دي. نرجعه تاني يا بيبو. مش ده. لا مش ده. لا لا. اهو ده هو ده. بص يا كابتن حضرتك الله الكره رجعت في العارضه لا لا نرجعها تاني يا جماعه، وحاولوا يعني حاولوا على قد ما تقدروا على قد ما تقدروا توقفوا الكوره.
ده حتى كابتن اللي جاب الجون ما كانش مصدق الكوره جون. اللعيبه كلها بتكمل اللعب. لما الكروس يتلعب وحطها وتيجي في العارضه نوقف بقى يعني ماشي 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 على مهلك بقى كده على مهلك على مهلك اقف 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 العارضه بص اقف اقف جت من نص العارضه يا كابتن استحاله استحاله تنزل في الجول استحاله حتى كابتن لو طبت داخل الجون مش هتطلع كده. ده هو في الاعداد بيقولوا لي كانوا فاكرها كانوا فاكرينها فرصه ضايعه. لا جون يا حبيبي عندنا ممكن تتحسب جون جدا. عندنا في مصر تتحسب جون ما تتحسبش ليه؟ ما هي طالما خبطت في العارضه ما يمكن الحكم فاكر ان الكوره لما تتخبط في العارضه تيجي جون يا كابتن سامي. لا توقيت الهدف يا كابتن مع فريق مجهد توقيت قاتل في الدقيقه 80 ده في الدقيقه 80 في الدقيقه 80 واللاين مان يجري على النهايه هو اللي حسبها مش الحكم اللاين مان اللاين مان مش الحكم اللاين مان اللي حسب الهدف الحكم كان متفاجئ اعتقد طب يعني. لا رجعوها تاني وشوف رد فعل كويسه مصلوح نشوف رد فعل لعيبه الزمالك اول ما الكوره جت في العارضه هو جاب الجول جري على الكوره بس وقف اللي الكوره جت في العارضه هو جري يكملها كابتن بص بالظبط الراس حربه اللي لعب الكوره في العارضه راح يكملها تعالى لي بقى علشان بصراحه يعني حاجه تكسف يا كابتن سامر ان الكوره تروح في العارضه وتخبط كده حاجه مش ممكن يعني حاجه مش ممكن كروس الكوره خبطت في العارضه اتحسبت جول وفي ماتش الزمالك ومفيش مشكله خالص حاجه تكسف والله العظيم حاجه تكسف يعني فريق في الدقيقه 80 مهما كان انا ما بتكلمش والله على مش على الزمالك ايا كان لو حتى الزمالك كان كسبان والاهلي اللي الكوره اتحسبت له مش ممكن يا جماعه وانتم ما بتتكسفوش من نفسكم يعني ما بتشوفوش الصوره دي تاني يعني الحكم اللي حسب الكوره دي جول لما شافش الكوره لما خبطت في العارضه ما بتبقى ايه يعني مش فاهم انا مش فاهم بصراحه كابتن يعني. عايز اقول حاجه ثانيه كانوا ردود فعلكم ايه يا حبيبي كابتن معلش كابتن الحكم اول ما الكوره ما اعرفش افتكرتها فاول لينا احسبها فاول لينا فببص لقيته بيصفر وبيحسبها جون فرحت جاري عليه قلت له كابتن ازاي جون قلت له ده اللي جاب الجون راح بيكمل على الكوره قال لك ايه قال لي لا انا خلاص حسبتها جون قلت له ازاي يا كابتن وواحد من لعيبه الزمالك جاي ياخد مني الكوره رحت زقه انت ما كنتش موجود يا كابتن سامر انت الايقاف مطلعك بره مش كده؟ هو الملعب ما فيهوش سور قوي ف يعني كنت متواجد ما كانش عندك فرصه تنزل الحكم تقول له ليه كنت ورا 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 اللعيبه كده ما فيش مكان ما فيش سور زي انك تقدر تبقى تكون ورا زي الملاعب الثانيه زي طنطا مثلا وملعبنا فلا انا عايز اقول لك حاجه ان في الشوط الاول اللاين مان بقى للناحيه الثانيه ادى للحكم ضربه جزاء مع الاهلي ما حسبهاش على الاهلي ولا ليه؟ علينا عليك في كوره هي فاول لينا الحمد لله ان الحكم حسبها هي فاول لينا الحكم اللاين مان بيشاور بالراي وعايز يدخل يحسبها ضربه جزاء كان الحكم اسرع منه ووصل وشاور كده ان الفاول لينا فاتحسبت فاول لينا لكن اللاين مان بيحسبها ضربه جزاء ده اللاين مان الثاني بيحسبها ضربه جزاء فانا بشوف ان انا يعني انا بطلب ان الثلاث ماتشات اللي جايين سواء لينا او للنادي ام بي لان احنا دلوقتي احنا الاثنين اللي بنلعب على البطوله لان ده مجهود موسم كامل يعني انا مش بقول مباريات ام بي انا بقول مبارياتنا ومباريات ام بي حكام يكونوا حكام على اعلى مستوى لجنه الحكام الرئاسيه هي اللي تعين الحكام وان المباريات تكون مراقبه في لجنه بتراقب لجنه الحكام بتراقب ولجنه العاديه تراقب لجنه المسابقات يبقى لجنه كابتن سابر ما فيش امكانيه ان انت تاخد لقطه الهدف دي وتروح اتحاد الكره تقول لهم يا جماعه يا افاضل اتفرجوا شوفوا الحكام بتوعنا بيعملوا ايه انت معاك بقى ان شاء الله كابتن محمود صالح في الجزء الثاني لا في الامكانيه دي موجوده تعرض على الكابتن محمود انا يعني هو قرار يعني عند الكابتن مش عارف ولا ده مش موجود انا مش عارف هو في بس حاجات ثانيه تتعمل ان احنا نتوقف بدون تحقيق بدون اي حاجه هو ده اللي ممكن يتعمل ده السهل يا كابتن ده السهل ان انت تاخد قرارات كده راضعه بدون اي دليل بدون تحقيق بدون اي حاجه وانا مش متخيل ان ممكن تاخد 8 ماتشات بسهوله كده في دوري الناشئين غير لو انت عملت جريمه يعني اللي عمل جريمه ده اللي ياخد 8 ماتشات يبقى عمل جريمه كبيره حاجه كبيره يعني انا مش عايز ان احنا نقعد نتكلم على الموضوع انا عايز اتكلم عن لعيبتي وعن الفرقه هنتكلم والله بس احنا الموضوع بصراحه حاجة يعني هو يا جماعه المسابقه يعني احنا 15 سنه او 15 سنه الموضوع المنافسه ما بيبقاش يعني مش هندخله في جو منافسه بقى وزي الفريق الكبير لكن هو حقهم الولاد طالما تعبوا مدربهم تعب بتضيعوا ليه الحقوق دي كده في الفاضي يعني وبعدين انتوا دايما بقول نتقي ربنا والله العظيم يعني اشياء ان تبدو لكم خفيفه وملهاش وجود لكن هي عند ربنا كبيره جدا
وما فيش حاجه بتتساب وانتوا ضميركم بقى، لكن لازم يبقى فيه طيب ماشي. ناخد الكابتن بهاء علشان نشوف بقى اذا كان ابو جبل لعيب جامد يا كابتن بهاء ولا ايه ظروفه. السلام عليكم. منور الدنيا يا كابتن بهاء. السلام عليكم. نور حضرتك يا كابتن. ازي كابتن حضرتك؟ اهلا بيك. اهلا بيك نور وجبل وعلي. من كله تمام ازيك يا كابتن؟ منور يا كابتن. منور يا كابتن بهاء. منور يا كابتن. ربنا يخليك. طبعا اولا بشكر حضرتك طبعا على المداخله طبعا على التحضير مع حضرتك طبعا كابتن سامر ومدربين كثيره وانسان محترم وانا اتشرفت ان انا اكون معاه السنه دي. وعايز اقول له هو الاول طبعا مبروك ليك ماتش الزمالك ومبروك للعيبه كلها ويا رب كده دايما ان شاء الله. وبخصوص ابو جبل بقى طبعا يعني هو جون كويس قوي احسن لوانا موجوده في النادي الحمد لله. انت معاك ابو جبل ومعاك عمر عادل ومعاك احمد سامح ومعاك نور نجاتي. معايا ابو جبل ومعايا عمر ومعايا نور واحمد. تمام تمام. هم الاربعه طبعا اللي كانوا كويسين طبعا. ابو جبل كان راكب من اول الموسم تمام وعمل ماتشات كويسه جدا وليه تاثير طبعا احنا كنا ماشيين في المركز الاول طبعا. وانا بشكره على الاداء العالي وبشكرهم هم كلهم على ان هم وصلوا للاداء ده طبعا لان هم كلهم ادائهم عالي جدا وكلهم حراس ممتازين وان شاء الله في تخاطم كده باذن الله يعني. قول لي يا كابتن بهاء لما الجون الزمالك اللي احنا شفناه دلوقتي مش عارف انت شفته ولا لا الكره اللي جت في العارضه واحتسبت هدف كان رد فعلك ايه وبتحاول تطلع الجول بتاعك اللي هو كان ابو جبل بتحاول تطلعه من الصدمه دي ازاي؟ والله انا متعود مع جبل ومتعود مع الاجوان كلها حتى لو دخل يكون خطا حتى لو كان من حارس المرمى ان احنا بننسى اللي فات ده خالص وبنفكر في اللي جاي عشان احنا دايما متعودين على حاجات زي كده ومواقف دي كتيره وهو بيلعب في النادي الاهلي طبعا متعود على حاجات زي دي كتير وهيشوفها كتير وهيتعرض لمواقف كتير قوي لكن لازم يخرج منها بسرعه ويكمل الجيم بتاعه ويكمل المباراه بتاعته عشان نقدر ان احنا نحقق الفوز اللي احنا جايين بقى. تمام تمام. هاي كلام كويس يعني يا كابتن بهاء كل التوفيق ليك. انا شفت الجول بصراحه حاجه يعني حتى الكره اللاعب اللي لعب الكره بدماغه رايح يكمل تاني علشان يحط الكره حتى ما فيش اي رد فعل. كابتن بهاء ربنا معاك وان شاء الله تطلع لنا كوادر زي ما بنشوف شريف اكرامي والشناوي واحمد عادل ان شاء الله يبقوا كوادر كبيره وان شاء الله دايما كلكم في خدمه النادي وان شاء الله تنورنا وتشرفنا هنا في الاستوديو. ها كابتن بهاء صياتك. كابتن بقى طبعا كابتن من الكباتن المحترمين جدا والجهاز كله جهاز محترم واحب اشكر طبعا كابتن بقى على الكلام الجامد اللي هو قاله عني. فتوه كابتن سامي شكله فتوه ابو جبل. ابو جبل؟ يعني شكله بص ده هادي جدا قاعد جنبه نيمار قاعد ازاي مش نيمار خالص لازم نيمار تقعد بص وفرد ازاي جسمه هو اللي جوان كده. قول لي مين بقى مثلك الاعلى؟ كابتن شريف اكرامي. وعالميا نوير نوير وفي دخيه وفي نافاز تريشتيجن. تشجع برشلونه ولا الريال؟ برشا. البرشا حبيبي حبيبي. حبيبي طبعا كده. وانت نيمار؟ لا الريال. يعني نيمار وريال؟ لا ما هو بعيدا اصلا عن قصه ريال ده يعني نيمار من احسن اللعيبه اللي في العالم يعني خلاص ميسي هيبطل والنهارده هيبطل. ما تشجع الريال ليه؟ هو موضوع كده غريب اصلا انا صغير اصلا كنت برشلوني بس في ماتش كده للريال وبرشلونه فبتاع جاريس بيل هرب ده ف جاريس بيل اللي هو كان من بعديها بقيت جاريس خد الكوره وجري من بعديها بقيت ريال يعني غيرت بس انا عامه يعني بحب نيمار واخده يعني مثل اعلى. فاكر الماتش ده كان من كام سنه؟ عشان اوريك بس ان الدنيا بتجري يا مصروح. كان من حوالي كام سنه؟ 3 4 سنين تقريبا. حوالي 4 سنين تقريبا. 4 سنين كان لسه صغير كان عنده 11 سنه. فهو بيقول لك كان لسه صغير هو دلوقتي كبر بقى عنده 15 سنه. ربنا يديك طول العمر يا رب وان شاء الله تبقوا نجوم كبار كده بس برشلونه يعني برشلونه بيخترعوا كوره ولا ايه رايك يا كابتن سامي؟ كابتن سامي برشلونه ولا لا انا برشلونه. كويس. انا كنت تقول لي ريال. لا لا انا برشلونه وعايز اتكلم عن ابو جبل من ليه دور السنه دي معانا جامد جدا هو وعلي يعني الاثنين اللي قاعدين قدامك لعيبه مميزه جدا. عايز اتكلم عن الفريق عامه فريق مميز جدا فريق 2002 احنا خلي بالك كابتن حققنا 12 فوز متتالي وده في سن ال 14 ده حاجه
حاجه صعبه جدا ان انت تحقق 12 فوز متتالي على انديه كبيره زي انبي والزمالك والمقاولين في ملعبه، انتاج الحربي، طلاع الجيش، كل يعني اول 12 مباراه احنا فوزنا 12 مباراه ورا بعض. اداء ونتيجه، فرقه فيها عناصر مميزه جدا 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 مبشره وواعده. يعني اقدر اقول لك من دلوقتي على الاقل ان في ثلاث لعيبه، يعني ان شاء الله يكونوا ثلاث لعيبه من دلوقتي. طبعا التغيرات اللي هتحصل فيسيولوجيه والنفسيه والذهنيه للعيبه الفتره اللي جايه السنين اللي جايه، لا انما من دلوقتي في ثلاث لعيبه على الاقل في فريقنا 2002 ان شاء الله يكونوا يعني عناصر مميزه للفريق الاول في خلال سنتين ثلاثه، ويكونوا بيتمرنوا على الاقل مع الفريق الاول في خلال السنتين ثلاثه الجايين. طبعا طبعا ده دورك الاساسي. عايز اتكلم فنيا شويه لان المشاكل خدتنا، ان عايز اتكلم عن الفرقه، ان زي ما بقول لك كابتن احنا ما شاء الله اول ما مسكت الفرقه قلت لهم انا متعود ان انا بمرن فرق كبيره وانا هتعامل معاكم على انكم فريق كبير. تمام. فريق اول. لعبنا في كذا بطرق لعب مختلفه. لعبنا 4 4 2 بالكلاسيك وبمشتقاتها، 4 4 1 3 2، 4 3 1 2، يعني 4 4 2 بمشتقاتها. بدانا يعني الطريقه الشبه ثابته عندك ايه؟ يعني احنا بدانا الموسم ب 4 3 3، كنتش لسه اتعرفت على اللعيبه لما لما بدانا فتره الاعداد مش الماتشات. بدات اشوف اللعيبه، لقيت ان انا عندي مجموعه حوالي 3 4 رؤوس حربه، قلت لازم استخدمهم. فغيرنا طريقه اللعب ال 4 4 2 ده، الكلام ده في فتره الاعداد. ايوه يا جماعه الكلام ده لما يكون عندك انت لعيبه يعني رؤوس حربه مثلا 3 4 رؤوس حربه هايلين قوي، لازم تغير طريقتك ان انت تستخدمهم ازاي. وشفنا طبعا جوارديولا استاذ يعني كان استاذ الحاجات دي طبعا. اللي غير شكل البايرن. لكن انا بس هسال ابو جابر سؤال بيجي لك على طول، قول لي مين اكتر واحد بيساعدك في حياتك، او اكتر واحد بيبقى بيدعمك بيساندك بيصحح لك قراراتك؟ بابايا. باباك؟ مش كابتن سامي؟ ده كابتن سامي مش هيلعبك تاني. طيب يلا قول الو. باباك معاك على التليفون. الو. لا قول الو، انت دلوقتي عمال صوتك عالي جدا. عند باباك هتقول له الو يا بابا؟ بابا منورنا. منورنا يا استاذ حسن. الله يخليك يا بيك. الله يخليك يا كابتن. اهلا بيك. اهلا بيك. منور يا كابتن سامر، الراجل المحترم بجهاز جميل اللي نورنا في النادي بصراحه، وزود فرحتنا عن كل سنه والله العظيم. وقلت له يمكن امبارح في مسج. متشكر جدا يا يوسف. متشكر قوي. انا مش بقابله يعني بالطريقه الجميله اللي بدا بيها الموسم معانا بصراحه، كانت الناس لسه ما تعودتش وبتاع. ابو جبل ده كان فرد شمال. شفت باباك ولا ده عمال يقول بابا وباب جنبي؟ قول لي اصعب قرار خدته مع يوسف ايه يا استاذ حسن؟ والله كابتن خلاه يقف جوه. الاول هو اخباره ايه في الدراسه؟ طمنا عليه. التفوق دراسة يعني هو تمام يعني. بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. والله الدراسه دي اكتر حاجه صراحه ربنا يعني. الله يكون في عونه والله. طبعا هو الكوره بتاخد حيز كبير، لكن برضه نخلينا برضه يا ابو جبل برضه مهتمين بالدراسه بتاعتنا، هتفرق معاك كتير بكره تعرف كلامي. قول لي اصعب قرار خدته مع ابنك ايه يا استاذ حسن؟ والله يمكن اصعب قرار خدته مع كابتن ميدو، احنا كنا اكاديميه نادي المقاولين وهو عنده ونص سنه لما جينا النادي الاهلي. وده ايه الفضل علينا فيه كابتن ماهر سليمان اخو كابتن طارق سليمان. تمام تمام. ده كان ليه الفضل الاكبر ان احنا نتواجد في النادي الاهلي. كنا موجودين في اكاديميه النادي المقاولين ايام كابتن الدكتور عمرو ابو مجد والجو مش لطيف وثوره وكده، وربنا يعني كرمنا بصراحه. ان احنا نتواجد في النادي الاهلي بصراحه من ساعتها الحمد لله يعني ثبت نفسه. ويعني بشكر كابتن على دي بصراحه، ربنا في الدنيا بيحبها دلوقتي. ان شاء الله تشوف يوسف كده زي ما انت عايزه، ان شاء الله يكون من احسن حراس في مصر وفي العالم كله، نتمنى ذلك. استاذ حسن شكرا جدا ليك. باباك بص يا قطع ضيعت صدرت. لا كنت بتكلم معاك يا كابتن عبد الحميد عن الفرقه والعناصر المميزه اللي موجوده، وبقول لك ان احنا بدانا الموسم بطريقه لعب معينه كانت 4 3 3، بعد كده طورتها علشان اللعيبه الكتير. كان في ريتشارد لسه جاي لسه منضم للفريق، ما شفت قدراته وامكانياته، ف
فقررت ان انا اغير طريقه اللعب ل 4 4 2. كان لسه في فتره ان احنا نقدر. لعبنا حوالي يعني 23 ماتش ودي قبل ما نبدا الدوري. قدرنا ان احنا نشتغل بقول لك كذا طريقه لعب. لما ثبتنا على 4 4 2 بعد ما شفت قدرات ان انا عندي حوالي 3 4 رؤوس حربه مميزين، فقلت لازم استخدمه. ما ينفعش يبقى يعني واحد اللي بيلعب واربعه او قاعدين. فقررت ان انا اغير الطريقه بعد حوالي اسبوعين. يعني احنا ما اشتغلناش كتير برضو 4 3 3، يا دوبك كان ماتش ودي واحد. وقدرنا ان احنا نغير الطريقه. فلما اولاد في السن ده يستوعبوا طريقه اللعب بصوره سريعه زي دي، ويقدروا ان هم يعني تتفرج على الفرقه تديها يعني اكبر من سنها، فريق بيلعب كره على الارض، ده احسن سن هيستوعبوا منك اي حاجه. مميزه جدا، الاولاد استوعبوا بطريقه هايله. عندنا ارقام كويسه جدا. كان نفسي نحافظ على كل الارقام، ان احنا ما نبقى الفريق ما يتغلبش، وان احنا ما نتعادلش. بس معلش بس طبعا ظروف الايقافات الكتيره في الدوري. يعني احنا كنا 12 ماتش فوز متتالي. لما الدوري وقف 3 اسابيع وبعد ما كنا في التوب فورم، لما رجعنا على مباراه الاسماعيلي في الاسماعيليه. فطبعا انا مستغرب 3 اسابيع دي. يعني بس 3 اسابيع دي للكل، عشان بس الكلام يبقى واضح. كنا كلنا مش كتير 3 اسابيع انت توقف الدوري كتير وترجع تلعب ماتش، بس كان في امتحانات. يعني ده كان في ظروف. اوكي. طب احنا ما ينفعش ننظم مسابقتنا يعني بره؟ كان بيوقفوا الدوري عشان امتحانات. بيحاولوا يلعبوا لاخر وقت ممكن، وبعدين يقف 10 ايام بعد. بس على كده ما بيقفش. بس احنا لعبنا تاني عشان في باي. كنا 13 فرقه الدور الاول، ففرقه انسحبت، المفروض نبقى 12 بقى الجدول بتاع الدور الثاني. لا، هم سابوا جدول الدور الثاني بال 13 فرقه. فاحنا كان عندنا اثنين باي ورا بعض، الباي العادي بتاع الدور الاول والباي بتاع الفرقه اللي انسحبت اللي هي الاتحاد. تمام. فانا اتظلمت لان انا كان عندي الاثنين ورا بعض، مش كل الفرقه عندها اثنين ورا بعض. وكان ممكن يعمل الاسابيع اللي هو بيعملها يوم الاثنين دي في اسبوع من دول، اللي هي هو عندهم بيبقى عندهم حلول كثيره يا كابتن سامي. بس للاسف احنا دايما بنختار اسوء الحلول. والله هو مش بقطع، بس هو الطبيعي بتاعنا كده. يعني اروح لعلي عشان ما يبردش. مش كل شويه بقى يعني فاهم. الماتش اللي فات قول لي بقى برضو مين مثلك الاعلى انت عايز تروح له عمليا. عماد متعب. يا سلام. طب انت شايف عماد متعب دلوقتي ازاي؟ احسن مهاجم في مصر برضو. ولا دلوقتي كوليبالي؟ لا. طب ايه رايك في كوليبالي؟ مهاجم حلو طبعا. جامد ها؟ طبعا. ايه اللي حببك في عماد؟ هداف وسريع وقوي وبيخبط، وكفايه ان هو اصلا اسم اصلا عماد متعب ده. بيجيب بطولات للاهلي وما بيفتحش بقه لما بيقعد على الدكه. يعني اسطوره عماد متعب. طب وعالميا مين؟ هو نيمار. نيمار يعني نيمار وعماد متعب. باباك بيشجع ايه؟ برشلونة ولا الريال؟ لا برشلونة. يعني انت اللي طلع البيت كله. لازم تقعده احتياطي. لا يعني لازم استاذ عمرو. السلام عليكم. احنا لازم نشوف حل لنيمار. يعني كلنا برشلونة كده وحضرتك برشلونة، وهو طالع قال لي مين؟ عليكم السلام. السلام عليكم. اهلا بيك يا فندم. كابتن ميدو ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، منور الدنيا. مسا عليكم ومسا على كابتن مصر كابتن سامي. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ عمرو. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك. نيمار طالع ريال لمين يا استاذ عمرو؟ والله هو الماتش بتاع الريال بس كان هو لسه صغير فتاثر بدل قوي. طب لما كبر وشاف ميسي وشاف نيمار وشاف هو ده في عمالقه. نيمار والله عاشق. يعني طمني برضو على يعني انا بحب دايما نجومنا في الكوره يبقوا نجوم برضو في الحاله التعليميه بتاعتهم او الثقافه العامه بتاعتهم. طمني على نيمار. ضحك. والله يا كابتن هو موضوع التعليم بالنسبه لهم طبعا احنا بنعمل اللي علينا ومدارس دلوقتي عليهم. بس هو نظام المسابقه طبعا يعني هم داخلين على امتحانات هم في اعداديه، فهي عمليه المواعيد ديت هم بيتعاملوا معاهم كانهم فاضيين. يعني المسابقات مواعيدها كلها غلط. بس طبعا هو بيموت في حاجه اسمها كوره. اكيد ما احنا كلنا بنعاني من الموضوع ده، لكن بنحاول على قد ما نقدر ان احنا يعني نحاول نساعدهم شويه ان هم برضو يبقوا متفوقين تعليميا. انتوا بتضحكوا، ده انا مش هسيبكم دلوقتي. يعني قول لي برضو حضرتك السؤال الاهم بالنسبه لي اللي هو اصعب قرار خدته مع ابنك في حياته لغايه دلوقتي. والله هو يعني هو قعد فتره بس كان مع فتره المسؤولين كان تعب شويه فكان هيمشي من الاهلي. طبعا
الاهلي تمسك بيه. دي طبعا كابتن سامر الله يبارك يعني مقتنع بقدراته وجيله، وربنا يوفقهم كلهم يا رب ان شاء الله. ان شاء الله يعني استاذ عمرو نورتني وشرفتني، عشان دي الوقت ان شاء الله تشوف نيمار على احسن ما يكون، واللي انت عايز تشوفه ان شاء الله ربنا يكرمه. يعني يا كابتن خليني بس اخد حاجه كده، تدخل اولياء الامور في الامور الفنيه بتعاني منه ولا الموضوع انتوا قافلينه؟ والله انا يعني لما بنشوف حاجه زي دي بتزيد عن الحد شويه لازم بيبقى في موقف طبعا، وعن طريق الكابتن محمود صالح طبعا هو بتبقى كل حاجه هو المسؤول عنها يعني. لو في مشكله ولا حاجه بنوصل الموضوع للكابتن محمود، وهو بياخد الاجراءات اللي هو شايفها مناسبه للمواقف اللي بتحصل يعني. فبس لكن احنا لينا الملعب ما اقدرش انا اخد قرارات طبعا بالكابتن، ما بنرجع للكابتن محمود هو اللي يقدر ياخد القرارات اللي هو شايفها مناسبه في الموقف اللي بيحصل يعني. لكن دي موجوده في مصر كلها، مش تقدر تمنعها. فحسب الموقف، حسب الموقف انت بتاخد قراراتك يعني. يعني قبل ما اسالك على طموحاتك مع فريق 2002 وطموحاتك العامه في حياتك، نطلع فاصل ونرجع ناخد اجابه كابتن سامر والنجمان الجميلان اللي قاعدين معانا بالفاصل، وارجع لكم على طول، خليكم معانا.